السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم الحقيقي ديالي محمد السبيتي، اللقب ديالي نزار السبيتي. الاسم ديال نزار يعني مشهور به داخل الوطن وخارج الوطن، يوتيوبر مغربي يعني غني على التعريف، عارفني كبير وصغير. انا اول مره ملي دخلت في هذه القضيه هذه كانوا كيدخلوا عندي بعض الضحايا اللي كيتنصب عليهم من طرف الجيف واي، يعني شكون هادو اللي كينصبوا عليهم، يعني يوتيوبر كبار بدون ذكر الاسماء كنظموا هاد النوع ديال المسابقات، يعني بحال يعني كينصبوا على هادوك اللي كيبغوا يطلعوا القنوات ديالهم. مثلا دابا انا باغي نطلع القناه ديالي، غادي نمشي انا عندها نقول لها عافاك طلعي لي القناه ديالي، غدير معايا واحد الثمن ديال 2000 درهم وما فوق، مقابل كنتصدم بانها دايره 300 واحد من اللي بحالي انايا، وكاع دوك 300 واحد هاطينا 2000 درهم. اذا راكم اللي حسبتوا غادي تعرفوا شحال غادي تجي. صافي ديك الساعه ديك اليوتيوبر كتمشي عند كدير الدور الثاني ديالها، كتمشي كتستحمر المتابعين ديالها، كتقول لهم يلا تابونيتوا مع 300 واحد غادي تربحوا ثلاجه، غتربحوا هادي، غتربحوا هادي. والغريب في الامر دوك الناس اللي غادي يتابونوا مع هادوك يعني داخلين غير باش يربحوا تما دوك الهدايا اللي درت مع ديك اليوتيوبر. ملي ما كيربحوش كيديزابونوا، وفي الاخير شكون اللي كيضيعوا هاد الناس اللي عطاو 2000 درهم. اذا دوك الناس اللي عطاو 2000 درهم كيمشيو عند هاد اليوتيوبر بدون ذكر الاسماء، كيقولوا له راه ما طلعت لنا لا قناه ولا والو، رجع لنا فلوسنا. ديك اليوتيوبر شنو كتقول؟ كتقول لها سيري جريو جهدكم، ما غادي نعطيكم والو، اصلا لا درتوا عليا فيديوهات، راه ما غتصوروا والو، والدليل راه كاين في القناه ديالي، ديروا نزار سبيتو غتشوف المسائل. كيجيو عندي انا عندي القناه كبيره شويه، كنوصل الصوت ديالهم للراي العام، وكنحاول نبه الناس باش ما يطيحوش في هاد النوعيه ديال المسابقات. علاش؟ لان انا كضرب النفس على الناس. ملي غتجي عندي انا بنت غتقول لي نزار تنصب عليا من طرف يوتيوبر، هذه يوتيوبر بنت اكادير راه معروفه، واحد يوتيوبر بنت اكادير راه حاولت ترشيني انايا باش ما ندويش عليها، ولكن انا ما كنبيعش الماتش، انا الناس ثيقين فيا باش نوريهم الحقيقه كيف ما هي، ما غاديش ان ناخذ جوج ريالات باش نسد انا على هذا الموضوع. وفي نفس الوقت كاينين يوتيوبر اللي عندهم مصداقيه يعني بدون ذكر الاسماء، كتعطيهم 2000 درهم ديالك يعني، وكتطلع كيطلعوا لك لي زابوني، ولكن ما نضمنش لك المشاهدات، لان لي زابوني ماشي هما المشاهدات. وفي حالتي لا في حالتي لا ما طلعوش لك لي زابوني كنردوا لك فلوسك. ولكن هاد بنت اكادير، هاد السيده بنت اكادير راه معروفه، حاولت ترشينو بزاف ديال المسائل، كلشي غادي يعرفها هاد السيده هادي نصابه. وماشي غير نقول لكم واحد القضيه، ماشي غير كتنصف في الجيف واي، كتنصف في الاشهارات. بزاف ديال الناس صونوا لي قالوا لي هادي درنا معها باش دير لنا اشهار، يعني كل واحد كيدير محل كيصون لي ديك السيده باش دير لي سبونسور المحل ديالو، كيلقى داكشي ماشي هو، كيلقى بحال قلتي ثلاثه الناس دايره لهم اشهار ما متفقش هو على هاد القضيه هادي. ملي كيقول لها ردي لينا فلوسنا كتقول لهم لا ما غنرد لكم والو، سيروا جريو جهتكم، اصلا حتى شي واحد ما غيتيق بكم. وهاد القضيه دي حاولت ديرها معايا انا، يعني انا شافني كنزرب شويه في الهضره، هي دوات بواحد الطريقه زوينه، وحاولت زعما باش خلي الناس اللي كيتابعوها يتيقوها هما يكذبوني انايا. ولكن راكم شفتوا كلشي على عينكم، الضحايا انا اللي كنبين في القناه ديالي راه ماشي متفق معاهم، ولا كنت فعلا انا متفق معاهم هادشي راه كيعاقب عليه القانون. هادشي راه انا كنطلب من الرجال الحموشين تعتقل الا كانوا هاد الضحيه هادو راه بانوا في شيف تيفي، راه انا اللي صيفط لهم شيف تيفي باش يديروا معاهم حوار في كازا، راه الا كانوا كيكذبوا كنت متفق معاهم. انا كنطلب من الرجال الحموشي اعتقلوا وديروا خدمتكم. ونزيدكم ان هادشي عاوتاني سبب لي مشاكل كبار. انا ملي بديت كندوي على هاد الجيف واي يعني دويت على واحد اليوتيوبر يعني كان في قنيطره، تحيه له من هذا المنبر، يعني غلطت ودخلت الحياه الشخصيه ديالها، يعني بديت كنقول بان ديك السيده قدام الكاميرا كتبان بوجه، من مورا الكاميرا كتبان بوجه اخر، يعني بديت كنبين شي حوايج ما عندي عليهم لا دلائل ولا والو. يعني وانا ديك السيده راني يعني جاتني على الناس قالوا لي بان راه يعني وصلت لها الصوره ديالها مع الناس، وبناتها كيقولوا لها واش بصح انت امك سحر. نقول لكم القضيه ديال السحور راه ما عندي لا دلائل ولا والو. انا بينت المره اللي قالت لي بان ديك السيده راه عائلتها سحاره وبزاف ديال الامور، هي راه ما سحاره ما حتى شي حاجه، انا غلطت العاطفه ديالي كتغلب عليا. بينت ديك السيده قلت بان ديك السيده سحر ماشي شغلي، انا اللي كيهمني انا هو الجيف واي، اش داني انا كاع ندخل الحياه الشخصيه ديالها. وديك السيده انا على حسب ما كيقول لي ديك السيده الله يعمرها دار انسانه محترمه، السيده بنت قنيطره رفعتي بيا شكايه، انا كنتمنى تنازل على الشكايه ديالك، لانني انا ماشي شي واحد اللي ديال الحبس، انا الحبس ما عمرني مشيت ليه، وديجا قلتها في القناه ديالي وتعاطفوا معايا الناس قالوا لك يا ودي حاولي تنازل على السيد، انا يوتيوبر يعني كنحاول نضر مقابل يجيني واحد الراتب شهري لا اكثر ولا اقل، انا كنطلب منك وتحيه ليك تنازل على الشكايه هذه، يعني انا راه فيا ولكن بغيت انا صافي نبردها، والديا ماشي ديال المشاكل، ما بغيتش انا نخلي القضيه تكبر، تنازل على الشكايه هذه بلا ما ندير محامي بلا والو بلا حتى شي حاجه، الله يرحم لك بالوالدين. وانا كنطلب منك وكنطلب الاعتذار ديالي منك، اللي باغي يقول لي بعتي الماتش، يقول بعتي الماتش غادي يقول انا ديك السيده دخلت حياتي الشخصيه ماشي من حقي، تكون خايبه تكون زوينه ماشي شغلي انا، انا اللي كيهمني هو نبين لكم الضحايا ديال هذا الجيف واي لا اكثر ولا اقل. انا ملي كنهضر على حلقه واحده كنبغي نقول بان انا اول مره كاع كيفاش دخلت لهذا المجال هذا، كنت درت واحد الحلقه وبديت كنقول هذا النوعيه ديال النص اللي كيتنصب من طرف الجيف واي، وكنخلي النمره ديالي تحت الفيديو. كيجيو عندي صدى الضحايا كيصونوا لهذه النمره هذيك ويقولوا لي اخويا نزار تنصب علينا من طرف واحد، والاكثريه هاد بنت اكادير راه معروفه
كبير كبير وصغير عارفها. كيقول هاد السيده دايره نصبات علينا هذه ما هذه. انا شنو كندير؟ كنطلب من الضحيه كنقول لها تقدر ديري واحد الفيديو قصير ماشي مشكل. انا كنقول لهاد الضحيه هذه حاولي دير واحد الفيديو فيه دقيقه وغتعاودي المشكل ديالك بلا ما تذكري الاسم ديال هاد السيده هذه باش انا طحت في مشكل بلا ما طيحي انت في مشكل. انا كنبغي نهرب الناس والمشكل مشي لي انا بوحدي. صافي كيجيو دوك الضحيه كيعطوا الدلائل، ها الوراق بصيفطنا الفلوس، بزاف ديال المسائل، مع انهم كينبهوا الناس باش ما يطيحوش في هاد النوعيه ديال المسابقات اللي كيتنصبوا على عباد الله. راه الدلائل راه واش الضحيه غادي يكذبوا؟ واش هاد اليوتيوبر اللي كيضغوا على هاد النوعيه ديال النصب اللي كيتنصب عليه من طرف الجيفاي غادي يكذبوا؟ هاد القضيه ديال رد الجو بلاتي المحامي، واحد المحامي سميتو الهيني كان في كرف الرباط، هو بنفسه قال بان هاد المسابقات يعني ما كيخلصوا عليهم لا ضرائب ولا والو وكيتنصب على عباد الله، يعني كل من هب وهب كينظم بحال هاد المسابقات. المحامي غادي يكذب، قال لك زعما داك اللي كينظم هاد المسابقات واخا يكذب عليك انت ما عندك ما تصور منه، بما ان المساله ماشي قانونيه ما عندك ما تصور، جري هبط ما عطيتيني والو. وهادشي اللي كيطرى لهاد الضحايا اللي كيجيوني انايا كيقولوا لهم اليوتيوبر نفس الهضره اللي قلت دابا انايا، جري وهبط ما كاينش اللي غادي يتيقكم. وهذا عدل؟ واش يوتيوبر عنده ما عرفتش شحال في لي زابوني جالس كيضحك على المتابعين ديالو؟ انا علاش انا ورطت راسي في المشاكل على قبل الضحايا وعلى قبل باش نهي انا هذه النوعيه ديال المسابقات؟ الا تشديت في الحبس عرفوا بانني تشديت على قبلكم، الا تشديت انا في الحبس وتحكم عليا بواحد الحكم اللي كثير بزاف، انا تشديت باش الناس ما يطيحوش في هذه النوعيه ديال المسابقات لا اكثر ولا اقل. الهدف ديال هذه المسابقات هما كيربحوا واحد الاموال طائله في ظرف سيمانه، يعني حسب معايا غير بينك وبين عقلك 300 واحد 400 واحد عاطي لديك اليوتيوبر، نقدر نقولوا بنت اكادير عاطيه لديك اليوتيوبر يعني 2000 درهم 300 ديال 2000 درهم راه 30 مليون الفوق، يعني كل سيمانه 30 مليون 40 مليون، يعني راه باين الهدف ديالهم الوحيد هو انهم كيربحوا واحد الاموال لطائله. بوسيبل الا الدوله ما دخلاتش وما دارتش شي حد لهذ القضيه هذه راه عمرهم ما غادي يحبسوا، والضحايا غادي يبقاو كثروا، وخصوصا اللي تشديت في الحبس هاد بنت اكادير غتلعب لعبها كيف ما هي، مع انا هو اول واحد شحال هاد الضجه هذه ديال هاد المسابقات، الناس هضروا ولكن انا شديت في هذا الموضوع بيدي وبسناني، يعني حتى القضيه وصلت وحتى القضيه وصلت لشوف تيفي، وانا كنتمنى من شوف تيفي تحاول تدخل في هاد القضيه هذه مع شوف تيفي، راه خاصها تهضر حتى هي، وكاع الصحافه خاصهم يهضروا على هاد القضيه هذه. شنو الغرض ديالك انت اصلا باش تهضر على هذا الموضوع؟ الغرض ديالي عندي جوج اغراض، وانا ما غنكذبش، انا ما كنعرفش حاجه سميتها النفاق، الغرض ديالي الوحيد هو الربح المادي، كنربح من القناه ديالي، والغرض ديالي الثاني هو الناس ما يبقاوش يتنصب عليهم من طرف هاد الجيفاي، وكون كان غير هاد الجيفاي حنا عارفين بانه مساله ماشي قانونيه، كون كان غير الناس كيستافدوا وما يهمش غير واخا تكون ماشي قانوني واخا انا ما متفقش على هذه القضيه هذه يديروا بحال هذه المسابقات، والناس كيجيو كيتشكاو عليا، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، واش هاد الناس كاع غادي يكذبوا؟ شحال تقريبا عدد الضحايا اللي جاوا عندك شخصيا؟ اللي غنقدر نقول لك شحال من واحد حاولت نهضر معاه، مع راه التليفون ما كيسكتش، بغيت كاع نعطيكم الدلائل ما عنديش مشكل، التليفون بقات نزل رديتها في القناه ديالي، بقات طلع يعني الميساجات راه ما كيتقاداوش، يعني كل واحد وعنده المشكل ديالو خاص، انا غادي نقول لك النوع اللي هضرت معاه انا اللي قدرت نهضر معاه، يعني ما عنديش انا شي مناجير ولا شي حاجه غير بوحدي انا خدام، يعني فوق من 31 واحد، وهادشي راه غير شويه من بزاف، والضحايا اللي كانوا كيشوفوا هاد الفيديو راه غادي يعرفوا رؤوسهم بلا ما نذكر تما الاسماء ديالهم. ونزيدكم واحد القضيه مزيان ما فكرتيني، كاينين بعض الضحايا اللي كيعطيو هاد الفلوس تخبيها على رجالهم، فهمتيني؟ يعني كنقول لها واش مكليان بين الصوره ديالك في القناه ديالك، تقول لي لا نزار راجلي الا عرف غادي يقتر يدير ليا غيقتلني، راك عارف المسائل ديال هادشي، وانا كندير هادشي يعني كل هدف ديال ديك الضحيه غير باش تعاون الزوج ديالها، وحنا عارفين ان الرجال كبار يعني ما كيهتموش بهادشي ديال اليوتيوب كيجيهم غير تخربيق، يعني هادشي علاش كنحترم الراي ديالهم ما كنحاولش نبينهم انا في القناه ديالي، واللي كنبين غير هذيك اللي كناخذ الموافقه ديالها. هاد القضيه هذه اللي كنطلب انا من المغاربه يتعاطفوا معايا، والحمد لله والحمد لله كاينين المغاربه اللي تعاطفوا معايا وما عمرني نسالهم هذا الخير ديالهم، انا ما كنبغيش نديرونجي بنادم، يعني طرفا بيا شكايه على قبل دخلت دويت في الحياه الشخصيه ديال واحد اليوتيوبر اللي هي كتنظم بحال هذه النوعيه ديال المسابقات، ولكن الحمد لله ديك اليوتيوبر عمرني جاوني شي شكاوي عليها، يعني علاش كنت كناقضها؟ غير انا كنت واخد في البال ديالي ان هذا الجيف واي راه شي حاجه خايبه، كنقول ديك اليوتيوبر اللي بنت قنيطره كدير الجيف واي راه صافي تاهي راه كدير شي حاجه كتنصب على عباد الله، ولكن الحمد لله ملي تاكدت عرفت بان ديك بنت قنيطره ما كتنصب على حتى شي واحد، انا غير سمعت انك دير اليوتيوبر صافي شديت بها بيدو بسناني، وزيد على ذلك غير كندير الاسم ديالك كيطلع لي انا غنعترف ما عنديش مشكل، يعني غير كندير الاسم ديالي انا في الفيديو كيطلع من 100,000 وما فوق، فهمتيني؟ ودخلت الحياه ديال الشخصيه هذه هي الغلط اللي غلطت، وانني دخلت الحياه الشخصيه ديالو كنطلب من الناس اللي كيشاهدوا قناه نزار السبيتي حاولوا ما تثيقوش ديك الهضره اللي قلت على هي، مع انني ما سبيتها مع الشتم والسب راه ما كاينش، وما يمكنش الناس متابعيني بالعائلات ديالهم غنخسر الهضره وغادي نبدا نسب، فهمتيني؟
نعم باش تقول لي هي. انا كنعتذر منك الله يخليك حاولي تنازل على الشكايه. انا رفيت انا من نتعمق في القضيه والقضيه توصل وندير البوز، ولكن انا بغيت ننهي الوالدي. انا ما ضربتش الحساب الوالديه، انا مش الوالده كتبكي وبزاف ديال الامور، انا بقى في الحال. لهذا عافاك الله يخليك، انت راه عندك بناتك وانا يلاه عندي 22 عام، راه ولدت 98 في شهر 3 طلعت 22 عام. ما عنديش انا في بالي هذا الحبس، الا تشديت في الحبس وطرات الوالديه شي حاجه راه غيبقى في الحال وغنبقى ديما نلوم راسي. حاولي الله يخليك تنازل على الشكايه، الله يرحم لك بها الوالدين والله يخلي لك دوك البنيات. وبالنسبه للسخط انا راه مسخوط الوالدين، انا شكون شكي يقولها وليت كنقول لها انايا. ما عنديش انا شي دليل ان الزوج ديالك المحترم مسخوط الوالدين، حاشا ولا يتمثل واش يكون مسخوط الوالدين. او قولوا لي بعتي الماتش، ما تقولوش بعتي الماتش، انا راه كنقول لي عندي وانت ما عارف.